السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي في كل مكان. النهاردة معنا حل اختبار امتحان الترم الأول للعام الدراسي 2023 لمادة اللغة العربية. وأول سؤال معنا هو التعبير: اكتب لافتة تحث فيها أبناء مصر على الحفاظ على مصر ومؤسساتها ومقدراتها. طبعا اللافتة نعمل مستطيل ونكتب في اللافتة، ممكن نقول مثلا إيه: حافظوا على مؤسسات بلدكم مصر. بالنسبة للتعبير الإبداعي اكتب في واحد من الموضوعين: الموضوع الأول الانتماء للوطن والحرص على رفعته، يدعونا إلى الاجتهاد والتعاون والعمل. الموضوع الثاني: هنا أخونا حياتنا، شعار يجب أن يطبق علميا داخل كل مصري قولا وفعلا. طبعا تختار الموضوع اللي تقدر تتكلم عنه، تكتب مقدمة للموضوع، تحدد الأفكار والعناصر، تكتب خاتمة للموضوع. ثانيا القراءة، السؤال الأول من موضوع سميرة موسى: كانت تأمل أن تسخر علومها في الضربة لخير البشرية وليس لهدمها، فدعت إلى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم حيث شاركت فيه كبار العلماء من شتى بقاع الأرض. شتى مفردها طبعا إيه شتيت. دعت سميرة موسى لعقد مؤتمر دولي بعنوان الذرة من أجل السلام. سميرة موسى نموذج يحتذى به، فما موطن القدوة في حياة سميرة موسى؟ طبعا يا شباب نقتدي بسميرة موسى في العزيمة والإصرار على تحقيق الأهداف، كمان حب العلم والمعرفة، والرغبة في الكشف عن الغوامض، والرغبة في إفادة الناس. سؤال ثاني من قصة طموح جارية: عقد نقد مقايضة مع نجم الدين، طبعا مين الجواب؟ باء ضع علامة صح أو خطأ. ممكن الخرجية على نجم الدين بتحارب العدل، طبعا غلط بسبب إيه؟ مطبيعي الواسعة. نجم حب السلطة انتصر على رابطة الدم وقضى حزيرة من خلال مكفي العدل بعد أسر نجم الدين. طبعا فرح العدل فرحا شديدا بالقضاء على نجم الدين وأقيمت الزينة والطبول. كذلك فإنه أرسل إلى داود يطلب منه أن يرسل له نجم الدين في قفص، وذلك مقابل 400 دينار وحكم دمشق. بننتقل بعد كده للسؤال الثالث: القراءة المتحررة، لقد ظهرت براءة العرب ومقدرتهم في الأدب، وقد دل ما وصلنا منه على ذكائهم وقدرتهم الفنية في هذا المجال، كما أعطانا شعرا صورة صادقة للبيئة القديمة، فكان مرآة لعصره وسجلا للعادات والتقاليد العربية، وكانت هناك أسواق أدبية مثل سوق عكاظ يتبرى فيها الشعراء. ألف ما مراد في يتبرى؟ يتبرى طبعا يعني يتنفس. نمرة باء ده علامة صح أو خطأ. سوق عكاظ مكان يتبرى فيه بائع الكتب، طبعا إيه غلط، يتبرى فيه الشعراء. جيم ما دور الشعر العربي في ثقافتنا عن الأمم السابقة من خلال الفقرة، طبعا دور الشعر العربي إنه هو بيعطي صورة صادقة للبيئة القديمة، فكان مرآة لعصره وسجلا للعادات والتقاليد العربية. ثالثا النصوص، السؤال الأول إجباري من نص فضل العلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ألف ما مرادف تضع؟ تضع يا أولاد يعني تبسط وتخفض، ومضاد يبتغي يزهد. ما موقف الملائكة من طالب العلم؟ طبعا طاعه الملائكة وتحوطه بالحفظ والعناية. مرجيم ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى الحيتان في الماء؟ ده طبعا تعبير جميل يدل على حب وتقدير جميع المخلوقات لطالب العلم. ده الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، والعلماء ورثت الأنبياء. اكتب من الحديث الشريف ما يدل على هذا المعنى: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثت الأنبياء. بنكمل مع بعض إجابة النصوص. أجب عن سؤال واحد من السؤالين الآتيين، أنا أجاوب عن سؤال واحد بس، إما عن نص آيات العلم أو نصكم جميلا. والسؤال الثاني من نص آيات العلم: قال الشاعر: أو محدث بالكهرباء عجائبا، أو غائص بالفلك أو عوام، أو مرسي وحي الهواء ومنطق، ثم الجماد بأحرف وكلام، هذا هو العلم الحديث فأقبلوا زمرا عليه يا بني الأهرام. مراد زمرا طبعا إيه؟ جماعات، جمع الهواء الأهوية. في الأبيات منجزات علمية متميزة موضحة. طبعا يا شباب عندنا استخدام الكهرباء في إدارة المصانع وتشغيل الآلات، كمان عندنا اختراع الغواصات وشق الماء باستخدام السفن، كمان اختراع أجهزة الإرسال الصوتية والمرئية مثل الهاتف. إيم مرجيم أو محدث بالكهرباء عجائبا، وضح الجمال في هذه العبارة. طبعا هذا تعبير يدل على تقدم في مجال الكهرباء، أو ممكن نقول أسلوب مؤكد بتقديم الجار والمجرور، وأصل الكلام أو محدث عجائبا بالكهرباء. نمرة دال العلم يخفض الأمم والعلم يرفعها، اكتب النص من النص البيت يدل على ذلك. طبعا إيه تكون الإجابة: والجهل يخفض أمة ويزيلها والعلم يرفعها أجل مقوم. صلي التالي من نصكم جميلا: أيها ذا الشرك وما بكذا، كيف تغدو إذا غدوت عليلة، تشرى البنات في الأرض نفس النطاق كل رحيل رحيلة، ترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلة. معنى تغدو يعني تصبح، وجمع الندى الأنداء. من شر الناس من خلال البيت الثاني؟ شر الناس طبعا هو الإنسان المتشائم الذي يخاف من الموت قبل ميعاده. نمرة جيم من البيت الأول أسلوب استفهام، وبين غرضه أسلوب استفهام كيف تغدو إذا غدوت عليلة، وطبعا غرضه هنا التعجب والإنكار. نمرة دال عباد الرحمن معتدلون في الإنفاق، اكتب مما حفظت الآية الدالة على هذا المعنى. نولي طبعا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بننتقل بعد كده شباب إلى ربيع النحو، أقرأ ثم أجد. وطني
أنت الملاذ وأنت الأمان، وأرى ما كرم إلا وارتد السماء في صدره. وطننا حماه الله في كل الأوقات، تغلب شعبه على العراقيل غالبياتها، فحبذا يقظة هذا الشعب الذي أثبتت على مر العصور أنه أبي يصون أرضه ويحمي كرامته. على ما تحته خط، أنت الملاذ، أنت طبعا ضمير يعني في محل رفع مبتدأ. ثاني اللي تحت خط، إنه أبي، أبي هنا خبر أن طبعا إيه مرفوع بالضمة. استخرج من العبارة ممنوع من الصرف العلة واحدة. طبعا عندنا الممنوع من الصرف العلة واحدة اللي هي طبعا الإيه العراقيل، اللي هي صيغة منتهى الجموع. بدل بعض من كل، البدل هنا شباب هتكون كلمة غالبيتها. صوب الخطأ في العبارتين الآتيتين. وطني منادى شبيب المضاف، طبعا وطني إيه منادى مضاف. حبذا يقظة هذا الشعب، الفاعل في العبارة يقظة، طبعا الفاعل في العبارة إذا في كلمة إيه حبذا. نمرة دال أجب بما هو مطلوب أمام كل عبارة. أعجبتني الرواية فكرتها، اجعل البدل فاعلا غير ما يلزم. طبعا أقول إيه أعجبتني فكرة الرواية، لأن فكرة هنا تبقى فاعل مرفوع بالألف لأنها مثنى. يا عادلا حكمه أنصف المظلوم، اجعل المنادى نكرة مقصودة وغير ما يلزم. طبعا نكرة مقصودة تبقى إيه، يبقى مبني على الضم في محل نصب، يبقى أقول إيه يا عادل أنصف المظلوم. نمرة أضع علامة صح أمام العبارة صحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. نعم ما تفعلون حب الأوطان، المقصود بالمدح حب، طبعا الإجابة إيه صحيحة. عباقرة اسم ممنوع من الصرف العلة واحدة، طبعا إيه غلط لأن عباقرة أصلا مش ممنوعة من الصرف. خامسا الخط، ثم يأتي بخط رقعة مرة بخط نسخ مرة. شأن الكرامي عن اللئامي ترفع، يزي بحق شيمة العظماء. طبعا نكتب الخط هنا رقعة ونسخ. آخر حاجة معنا الإملاء. بكده نكون يا شباب انتهينا من حل امتحان محافظة المنوفية للغة العربية الترم الأول 2023. أرجو أن كل الطلبة يكونوا استفادوا من إجابة الامتحان النهاردة. تابعوني على قناة ياسر خضير التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.